السلام عليكم، رجعنا لكم محبين التويوتا. والله ايش نسوي، عرضنا موتر موترين، طلعت الاشياء الجميله المختفيه. هذا من الشرقيه ما شاء الله تبارك الله، ومجدد بالكامل، صبغ وداخليه وقطع غيار. اخلصكم من النهايه، قطع الغيار من عند الخبير اللي انا اشوفه صراحه معلم في التويوتا، اقولها والله وانا صادق، ابو علي الصنيع من القصيم. هذه قطع الغيار من عنده المالك، قطع الغيار مكلفة فوق 45,000 ريال، تجديد الصبغ لحاله فوق يمكن 30-32,000 ريال، غير قيمة السيارة، غير الوقت والجهد والتعب. ما علينا، أبغاكم تستمتعون في السيارة موديل 1984، طار هواء ومكيف، لكن المكيف ما يبرد حاليا، وراح نتأكد لكم إيش فيه المشكلة. المالك يقول فريون، ممكن فيه إبرة أو شيء زي كذا فريون، لكن قطع غيار كلها أصلي، صدام أسفل الموتر راح تشوفوه مسمار مسمار. اللون هذا نزل عام 78 على لون الوكالة، طبعا هذا موديل 84 ما نزل اللون هذا، يسمى هيث جري، لون جميل وداخلية يعني مجددة بالكامل، اللهم تلبيسه على لون تلبيسة الوكالة. موتر جميل صراحة، يعني جميع القطع الاستهلاكية وكل قطع أصلية. نوريهم السيارة، الجنوط ما شاء الله صابغها على نفس اللون، هنا الرفارف، وريهم تعال من هنا، هنا الرفارف كذلك، جميع المسامير. عندكم بعض الملاحظات هنا يا أخوان، لو تلاحظوا أشياء بسيطة، ربلات الأبواب، القزاز، هذه ما زالت بالوكالة. نقرب لهم هذه النور، من هذه الداخلية يا اخوان. اللي اقصده لكم هذا لون الوكالة، قرب لهم هنا، شوف التلبيسة هذه، تلبيسة زي لون الوكالة، بس ما هي الوكالة الأصل، الوكالة الملمس يجي مختلف، يجي فيه زي الملمس الخشن، هذا ملمس ناعم، تشوفوا لون الوكالة بس ما هو الوكالة الأصل، هذا ناعم يعني ما هو زي الأصل الأصل. هذه بس الملاحظة، غير ذلك جميع القطع أصلية ما شاء الله تبارك الله. هذه الشنطة انتم شايفين، صدامات جديدة، وكالة، السقف كذلك. بوريكم الأرضية من هنا ما شاء الله تبارك الله، شوف حديد، ما في معجون ما شاء الله تبارك الله. عندكم ملاحظة هنا بسيطة، وريهم السقف، طقم كفرات جديد، 5 كفرات. راح نسوق السيارة الآن يا أخوان، نوريكم الماكينة، وريهم الجهة هذه، مدربسون الله. اللون يا جماعة، اللون، أنا على قد ما شاء الله الرجال تعب وجدد، عجبني اللون. نوريكم الداخلية، بس خلونا نجيب لكم الكشاف دقيقة. طيب هذه الداخلية يا أخوان، الممشى بعد التجديد 21,000 زي ما ظاهر لكم هنا. لا 2100 عفوا، بعد التجديد 2116. الداخلية ما شاء الله تبارك الله. بعض الملاحظات البسيطة، عند الدركسون هنا بس باين عليه جديد، هنا بعض الملاحظات البسيطة. حتى الشماسية هنا جديدة، وكالة. طيب نوريكم الماكينة يا اخوان. ماكينة 2F، ماكينة الوكالة، البليتة هنا موجودة، رقم الشاصي هنا موجود، طبعا طار هواء يا اخوان، هذه تقريبا قيمتها 2500 ريال، يعني ركبت جديدة، موتر ما شاء الله تبارك الله جميل. هذا الملاحظات البسيطة هنا، حتى قربة الموية هنا، اشياء جديدة كاملة، الشبك هذا جديد. الآن راح نشغل السيارة ونسوقها وتشوفوها على الرابع إن شاء الله.
هذا يبغى له خطوط، يبغى له تهاجم تسابق. طيب يا اخوان، هذا الموتر بالكامل. الرجاء مشاهدة الفيديو، حتى لو ما تشتري استمتع. اي سؤال اي استفسار حياكم الله. السلام عليكم. طيب، والان راح نوريكم الجيب الربع من اسفل. بالنسبة للملاحظات، لا يوجد اي ملاحظات يا اخوان. السيارة مجددة بالكامل، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا لمعة السيارة من اسفل، طبعا العضلات الامامية كل شيء مغير جديد، حتى المسامير يا اخوان جميعها جديدة. شوفوا كيف مسامير الدفرنس، الصواميل كلها جديدة، لا يوجد اي تهريبات او اي مشاكل نهائيا، لا يوجد قص او لحامات. شوفوا ما شاء الله السيارة نظيفة جدا من أسفل. هذا الدفرنس الخلفي لا يوجد أي تهريبات أو مشاكل، كل شيء مغير يا أخوان على شوفة عينكم. زي ما تشوفوا هذا الشاصة الخلفي ما في أي مشاكل، الكنداسة أو الدبة الخلفية جديدة. نوريكم الصدامات الخلفية من أسفل، زي ما تشوفوا يعني لا يوجد أي ملاحظات في السيارة من أسفل يا إخوان.